السنة كانوا ندوات، كنا قمنا بندوات على التطرف، ندوات على مشكل الإرهاب، نظمنا أمسيات في 16 سنة. راه العدد راه كان كبير ديال الندوات اللي قمنا بهم من خلال الجمعية ضحايا الإرهاب بالمغرب. وفي هذه الذكرى ديال 16 ديال حادثة الإرهاب الغاشمة اللي وقعت في الدار البيضاء، كل سنة كنجيو كنحيو الذكرى حنا والعائلة ديالنا. كنترحموا أولا على الشهداء اللي ماتوا واللي توفوا واللي مشوا عند الله، وكنوجهوا واحد رسالة بالحضور ديالنا للشباب. هذا التطرف باش ما يكونش هذا التطرف، كتشوفوا المعاناة اللي عانوها الضحايا، باش كيشوفوا الضحايا الآلام اللي تصابوا بها من خلال هذاك الإرهاب اللي وقع في 16 ماي. ودائما كنحضروا باش كيف قلت انا كنترحموا على الشهداء، وميم طون كنعزروا بعضياتنا، وكنطلبوا من الله يحفظ هذه البلاد وتبقى ديما سليمه وما يوصلها حتى الشر. Thank you.